السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. لي جامو برام موسلين في الوين الزوينين، الثمن ديالها غادي يكون واحد الثمن اللي هو ثمن زوين، كندير 1700 درهم، حسابكم 1200 درهم. القفطان ديالها ساندوس وحرير. هذه مبرا موسلين تليجا، العبار ديال كيف قلت لكم عبار كبير، البيسه زوينه، والثمن تا هو كذلك ثمن زوين اللي هو 1100 درهم. اللوينات ديالها هما هادو اللي غادي نوريكم. ها واحد الله شركه لهاد الكري، هذا بالغوز داخل في داك الزقه اللي دوري، ونوريكم اللوينات اخرين. اللون اللي بغيتي انت اختي راه كنخليو الرقم لتحت، تواصلي معنا وصيفطوا لكم اللون اللي بغيتي. هاد لونكاسي كذلك صوب دوغي، القفطان ديالو تا هو كذلك ساتان حرير. ديما القفطان كتكون فيه 3 متر على متر ونص في العرض، كتلقاي فيها 3 متر ونص، 3 متر ونص لك في اللبسه. كاين هاد الفيشي عاوتاني، اللوينات ديالها كاملين زوينين بصراحه. اللون اللي عجبك راه صحتك وراحتك. وجا عندنا محاكم بحال الحسني، شارع افغانستان، برانس، الدار البيضاء. هاد اللوين تا هو كذلك زوين، اللي بغى يخدم بالصقل اللي كيف كنقولوا، اللي بغى تخدمي بالحرير باش ما بغى تخدميها تخدميها، اللي ننصحك بها هو تقلبي على خياط وفي الصال يكونوا مزيانين. بالنسبه لهي راه طايحه في هذاك لاطومبي، التوب ديالها الفوقاني والتحتاني، يعني التويب ديالها زوين خفيف ليس، ما وازنش يعني ما كيتسوى كذلك وما سخونش وطايح في نفس الوقت. والثمن ديال هادشي كامل هو 1200 درهم، وراه جايه من 1700 درهم. اللوينات ديالها كاملين زوينين، غمض عينك كل اللي خديتيه راه بصحتك وراحتك، ما تقدريش تستثني في مشي لون، كلشي اللوينات ديالها زوينه. والارقام راه غادي نخليهم تحت في الصندوق الوصف، وبصحتكم وراحتكم. ومن الاحسن انا كنفضل تجي عندنا المحل كيف كنقولوا، غادي يبانوا لك حوايج اخرين وشكيلات اخرين، تقدري تغيري رايك وتاخذي كاع عاوتاني شي حاجه اخرى. بس موجود الخير، مو برات ليجا فيها بزاف الوان وفيها بزاف الاشكال. وبالصحه والراحه ورمضان كريم. Thank you.